مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة أنباء الفلوجة الرئيسة، يقرأ عليكم زيد عبد الوهاب وأسيل عماد. أهلا بكم، ونبدأ معكم هذه النشرة بأهم عناوينها. حريق هائل يلتهم كبريت المشراق، استشهاد منتسب ونينوى تستنفر. صالح يرفض توريط العراق بصراع إقليمي جديد وجعله ساحة للصراع. النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن، والناتو يحذر من التصعيد. الاتصالات توجه الشركات بقطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية. البداية من نينوى، إذ استشهد منتسب في مديرية الدفاع المدني في وقت تكافح السلطات المحلية هناك حريقا هائلا اندلع في معمل كبريت المشراق في المحافظة. وذكر مراسلنا أن المنتسب لقي مصرعه إثر انقلاب لعجلته أثناء عمليات إطفاء الحريق الذي امتد إلى مواقع مجاورة للمعمل، وأن فرق الدفاع المدني تكافح لإخماده، موضحا أن السلطات المحلية هناك أعلنت النفير العام لمواجهته خشية لتولد انبعاثات سامة ناتجة عن الحريق. في موضوع آخر، بحث رئيس الجمهورية إبراهيم صالح مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العلاقات ما بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا التعاون في المجال الأمني. وثمن رئيس الجمهورية دور بريطانيا في الحرب ضد الإرهاب وإسهامها المتواصل في دعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها وتجهيزها، متمنيا أن تساهم بشكل متميز في حركة الإعمار والبناء ولا سيما في المناطق المحررة. وبحسب رئاسة الوزراء البريطانية، فإن ماي أكدت للرئيس العراقي خلال لقاء التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار وتقديم مزيد من الدعم للقوات المسلحة العراقية لمواجهة تهديد تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك، بحث رئيس الجمهورية إبراهيم صالح مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة. وأكد صالح خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين لتحقيق الاستقرار والأمن، وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب. بدوره جدد هانت دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مشيدا بدوره المحوري إزاء الأزمات في المنطقة. وأكد هانت على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال التطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية. قال رئيس الجمهورية إبراهيم صالح إن العراق لا يرغب بأن يكون مسرحا لأي عملية عدائي ضد أي من دول الجوار بما فيها إيران، مؤكدا أنه من السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا إنهاؤها. رئيس الجمهورية وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية قال إن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش، ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران.
وهذا بالتأكيد ليس جزء من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن التخلي عن الاتفاق النووي سيكون كارثة على دول الجوار، والأمر لا يتعلق بإيران والعراق فقط. Let me remind the audience. لقد رحب كثيرون في المنطقة بالاتفاق النووي، ورحب العالم والأوروبيون به أيضا كوسيلة لتجاوز هذا المأزق. هناك مشاكل مع هذا الاتفاق تتطلب التفاوض والمناقشة، والبديل عن الموافقة على الصفقة يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله، ليس فقط على إيران وليس فقط على العراق، وإنما على الجوار بأكمله. بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو مورسن العلاقات الثنائية بين البلدين ومشاركة الشركات البريطانية في إعادة إعمار البنى التحتية. الحكيم التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط خلال زيارته لندن، حيث أكد أن العراق بيئة خصبة للاستثمار لما يتمتع به من ثروات كثيرة واستقرار أمني، داعيا إلى ضرورة مشاركة الشركات البريطانية في إعادة الإعمار والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد. إلى ذلك بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع مساعدي وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينجر تداعيات التصعيد في المنطقة. بيان لمكتب الفياض. وعقب اللقاء شدد على ضرورة اعتماد الحوار في تجاوز الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وأكد أيضا أن الاجتماع بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة أيضا، ودعم السبل التي تصب في استقرارها. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة التزام إيران بالاتفاق النووي وبحث آخر تطورات الأزمة في الخليج العربي. هذا وقد اتهم المندوب الأمريكي طهران بتهريب الأسلحة لأذرعها في المنطقة وخرق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، كما اتهمها باستمرار دعم الإرهاب من خلال ميليشياتها في المنطقة، فيما نفى المندوب الإيراني تلك الاتهامات، وأكد أن واشنطن لا تختلق الذرائع لفرض نفوذها في الشرق الأوسط. من جهته عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو عن قلقه بشأن إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، محذرا من أن المنطقة قد تشهد تصعيدا أكثر خطورة، ذلك على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف. إذا مشاهدينا الكرام، من المتابعة أكثر سيكون معنا مباشرة من بغداد بهاء النوري عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. إذا نبدأ من زيارة السيد رئيس الجمهورية برهم صالح للمملكة المتحدة وأهمية هذه الزيارة، ألا ترى بأن هذه الزيارة تأتي أو تعتبر منجز تاريخي للسياسة الخارجية العراقية؟ تفضل. بالبدء التحية لكم ولكل المشاهدين الكرام. أهلا. طبعا اليوم العراق حقيقة يعني عانى العراق كثيرا من العزلة بين الدول في الزمن السابق. الآن بدأت هذه الحكومة، يعني الحكومات اللي أتت بعد 2003، بدأت بتحسين العلاقات بين الدول الجوار والانفتاح على المحيط الإقليمي وعلى العالمي بشكل عام. وطبعا هاي ظاهرة صحية أن يعيد العراق دوره ويعيد علاقاته السياسية والاقتصادية بهذه البلدان، وبالذات المملكة المتحدة وغيرها من الدول المهمة التي يمكن أن تدعم العراق في المجال الاقتصادي وفي مجالات مختلفة. طبعا ما تقوم به الحكومة العراقية الآن ورئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية هذه الزيارات من أجل ترتيب وضع العراق ووضع في وسياسته الخارجية وإعطاء صورة جيدة بأن العراق تعافى ولديه الآن إنجازات، ويستطيع أن يجلب دول كبيرة مثل المملكة المتحدة للاستثمار في العراق، لأن العراق اليوم محتاج إلى استثمار، أن تأتي الدول من أجل الاستثمار في داخل العراق، لأننا بدون الاستثمار لا نستطيع أن نقضي على البطالة وعلى
حل أزمة السكن وكثير من المشاكل. طيب سيد، هذه الزيارات هي زيارات جيدة. نعم سيد بهاء، هل تعتقد بأنه ربما سيكون هناك دور لبريطانيا في ربما التخفيف من وطأة الأزمة في المنطقة ما بين الولايات المتحدة وطهران، يعني وربما هناك يعني من تأثير أو تاريخ لبريطانيا فيما يخص منطقة الخليج؟ طبعا بالنسبة لبريطانيا طبعا هو بشكل عام يعني هي مؤثرة ولها تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون على إيران، حتى لو كان العراق هو من يقوم يلعب هذا الدور بين الجانبين. طبعا التفاهمات وحل هذه النزاعات عن طريق الطرق الدبلوماسية كان في بين إيران وأمريكا هذا شيء مهم، لأن احنا نعرف كل زين إذا كان هناك حرب راح تتضرر المنطقة بشكل عام، والعراق كذلك من المتضررين من هذه الحرب. فأعتقد نقل التدخل الجانب البريطاني في هذا الموضوع هو شيء مهم من أجل استقرار المنطقة. وإذا كانت يعني هناك، كان بالضبط ما أعرف إذا كان السيد فخامة رئيس الجمهورية يعني يحمل هكذا رسالة من أجل تهدئة الأوضاع، فهذا أمر جيد وهذا يحسن. طيب سيد بهاء، كيف تنظرون إلى الجلسة الخاصة التي عقدت أو الذي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة ومدى التزام إيران بالاتفاق النووي؟ طبعا بالنسبة لهذا الموضوع يعني حقيقة هي إيران من البدء كانت هناك مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل الملف النووي، وصار اتفاق في السنوات الماضية حقيقة، وهذا الاتفاق إيران يعني شبه ملتزمة بهذا الجانب، لكن السياسة الأمريكية يعني تغيرت بعد أن أتى الرئيس الجديد ترامب. فأعتقد الآن إذا انعادت هذه المفاوضات إيران حقيقة لا تبحث عن الحرب، يعني حسب يعني ما يعني لدينا من معلومات نسمعها كذلك. فأعتقد اليوم الكل يبحث عن تهدئة الأمور وعدم قيام حرب بهذه المنطقة، لأن منطقة الخليج إذا اشتعلت حرب في منطقة الخليج على إيران هناك الكثير من الدول، وهذه نعم سيد بهاء، لكن هناك الكثير من يحذر من إمكانية أن تشهد المنطقة ربما تصعيد سيكون أكثر خطورة. برأيك ما هو شكل أو حجم هذا التصعيد الذي من الممكن أن يزيد المنطقة أكثر خطورة، خاصة بعد إسقاط الطائرة الأمريكية وراء الرئيس الأمريكي بأنه ربما لا تتناسب وحجم الرد؟ ما هو شكل التصعيد الذي من الممكن أن تشهده المنطقة؟ أنا أشرت ببدأ حديثي حقيقة إذا كان هناك تصعيد، وإذا حصل تصعيد لو لا قدر الله اندلعت هذه الحرب، راح يكون المتضرر الجميع، يعني لم تكن متضررة إيران فقط، إنما يكون حتى أمريكا هي متضررة، دول الخليج، العراق، يعني المنطقة كلها راح تعيش يعني أزمة اقتصادية وأزمة أمنية، وتعاني الكثير من المشاكل، وبالذات يعني الآن إحنا في هذه المنطقة مشاكل. فاللي نتمنى هناك فعلا اكو هناك تصعيد الان في الازمه بعد الطائره الامريكيه، حادثه الطائره الامريكيه، لكن في نفس الوقت يعني احنا نتمنى من الدول اللي موجوده في المنطقه، من بريطانيا، من الدول العظمى الاخرى، ان تتدخل في هذا الموضوع من اجل حلحله هذا الموضوع وعدم قيام حرب. يعني الحرب حقيقه ما راح نجني من عتها سوى الدمار وتدمير كل شيء. إذن عضو مجلس النواب السيد بهاء النوري كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن العراق يساهم بدور إيجابي في الوصول إلى حل للأزمة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن العراق ضد أي إجراء يسهم في تصعيد الأزمة. العلاقات الإقليمية والوضع الإقليمي وهذه الأمور، نحن لا نزال بين صاعد ونازل، اليوم تهدئة باكر توتر إلى آخره، العراق يلعب دوره،
العراق يساهم حقيقة بدور إيجابي في تخفيف الأزمة وفي إعطاء الإشارات الجيدة، وكل الأطراف تقدر وضع العراق ثقة، يعني كل الأطراف الإقليمية والدولية ودول الجوار، إيران، الولايات المتحدة، كل الأطراف تقدر وضع العراق وتلجأ إلى العراق أن يلعب هذا الدور، والعراق يلعب اليوم دور في هذا الملف اللي نرجو أن يعني يكون على خير وأن لا يقود إلى تصعيد ولا يقود إلى أي توتر في المنطقة. نحن لا نؤيد حقيقة أي إجراء للتصعيد، لا نؤيد أي إجراء للتصعيد، وأن موقف وأعتقد يعني خطاب سيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة كان خطاب واضح، لا نقبل أن يتم اللجوء إلى وسائل حربية مهما كان الطرف، احنا يهمنا أمن المنطقة ككل، ولا أيضا نذهب إلى الخنق وإلى العقوبات. المسألتين لا نراها حقيقة يعني مجدية، نحن مع الحلول السلمية مع المفاوضات. وفي مؤتمره الإسبوعي قال رئيس الوزراء إنه من حق مجلس النواب أن يناقش التشكيلة الوزارية ويرفض من يرفضه، لكن في النهاية يجب أن يصوت على التشكيلة الوزارية. مضينا قدما بنزعة استقلالية أكثر، تقليل المحاصصة، حكومة مستقلة أكثر، حكومة كفاءات أكثر، لكن لا أنفي الثغرات، لا أحد ينفي الثغرات، لا أحد ينفي أن هناك بعض العوالق الأخرى التي يجب التخلص منها بالتدريج. نحن لا نستطيع أن ننتقل من إلى تماماً 100%، يجب أن نسير تباعاً وبتدرج طبيعي، وسرنا بتدرج طبيعي. عندما تأخرت التشكيلة ومجلس النواب الموقر عندما وصل إلى العطلة التشريعية التي قد تكون في شهر تموز، أصبحنا في وضع حرج، لأن إذا مضت العطلة التشريعية لح نستمر إلى أيلول، وأيلول وراء تشرين، وقد لا تحل المشكلة، ويبقى هذا موضوع يغذي الثقافة السلبية، ويغذي كأنما الحكومة غير قادرة على استكمال تشكيلته، وهو غير صحيح. نحن تقدمنا سابقا بأسماء إلى مجلس النواب رفضوا، بالأمس رفضت مرشحة من رئيس الوزراء، وهذا حق مجلس النواب، من حقه أن يناقش ويرفض، وهذا حق الطبيعي، لكن في الأخير التشكيلة الوزارية يجب أن يصوت عليها في مجلس النواب. إلى ذلك قال عبد المهدي أن مجلس الوزراء صوت على 70 مديرا عاما، وأن حكومته ماضية بتقديم أسماء مرشحي الدرجات الخاصة. تم التصويت أيضا في مجلس الوزراء على 70 مدير عام أو مديرة عامة، القائمة طويلة، القائمة تتجاوز 500 كمدراء عامين على الأقل في هذه الدوائر، بدون حساب الدوائر الأمنية وبدون حساب عمداء الكليات والجامعات إلى آخره. فتم التصويت على جزء، بعد أيام سنتقدم بجزء آخر، بعد أيام سنتقدم بجزء آخر. شكلنا لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للنظر في الأسماء المقدمة، اللي هي كلها أسماء موجودة كأمر واقع، موجودة في مناصبها الآن، تمارس عملها بالوكالة. إذا كان الوزير السابق موافق، إذا كان المفتش موافق، إذا كان الوزير الجديد موافق إلى آخره، فبالتالي يدقق الملف من حيث النزاهة، من حيث الفساد، من حيث المسائل الأخرى المطلوبة، فيمضون قدماً في محاولة تثبيته إذا كان كفوء والوزير يرى أنه كفوء إلى آخره. صوت مجلس محافظة ذي قار على إقالة المحافظ يحيى الناصري بعد عدم قناعته بأجوبته حول شبهات الفساد. وكان مجلس المحافظة قد قدم 26 سؤالا في لائحة استجواب الناصري تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة. كما صوت المجلس أيضا على إلزام المحافظ بعدم إصدار أي قرار يتضمن إعفاء أو إقالة للمديرين والمعاونين.
أكد النائب برهان المعموري استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية، مبينا أن تعدد الجهات الرقابية لم يسهم في الحد من هذه الظاهرة، وحمل المعمور الجهات الرقابية مسؤولية كشف ملفات الفساد وعدم التغاضي عنها لأي سبب من الأسباب. والله هي شبهات الفساد وملفات الفساد موجودة في كافة مؤسسات الدولة، وخاصة اليوم الجهات الرقابية وتعدد الجهات الرقابية، المفروض احنا على الأقل نقضي على جزء من هذه الملفات. بالتالي الشخصيات أو الجهات المعنية الرقابية المفروض ما تتأثر بالضغوطات. اليوم هذه أمانة، واليوم أنت في وضع المفروض عليك أنه تبرز الملفات هذه وتوضحها للشعب العراقي. وكل ما حصل في الدولة العراقية من 2003 هناك لحد هذه اللحظة هناك الكثير من الملفات لحد الآن هي عالقة بالأجهزة الرقابية. في القضاء موجودة الملفات لم تحسم، هيئة النزاهة لم تحسم، والآن في مجلس مكافحة الفساد نحن الآن ننتظر كل ما هنالك نسمع بتصريحات، سوف نعلن بعض الملفات ونتمنى أن تعلن هذه الملفات للرأي العام، على الأقل أن الشعب يطلع على هذه الملفات وسرقة أموال الشعب في ظل هذه الفترة الزمنية للكثير من المليارات الآن موجودة في ناس مع الأسف اللي خرجت بها خارج العراق واللي الآن لحد الآن تتداول بها داخل العراق. أكد النائب حامد الموسوي أن فشل النظام الاقتصادي في العراق واستشراء الفساد يعود إلى الحكومة، مبينا أنها جاءت بالمحاصصة وهذه تبعاتها. وأوضح الموسوي أن تقاسم المناصب الخاصة والمناطة بالوكالة سيكرس المحاصصة، داعيا إلى إبعاد المسار التنفيذي عن السياسي. طبعا وسط الخلافات السياسية وخطاب المرجعية في 14/6 الذي وضع الجميع بما فيها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقوى السياسية أمام مفترق طرق، عندما تكلم بشكل واضح عن تكالب القوى السياسية والمحاصصة التي أنتجت نظاما سياسيا فاشلا ونظاما إداريا فاشلا أفرز لنا المشاكل الاقتصادية الموجودة في البلد والفساد وكل ما يتعرض له البلد اليوم هو بسبب المحاصصة البقيتة. فتكريس المحاصصة من خلال تقسيم المناصب بالوكالة 4000 درجة بالوكالة بين القوى السياسية والكتل السياسية سيكرس المحاصصة بشكل أكبر وسيعمل على إنهاء ما تبقى من جسد الدولة العراقية. وجهت السلطات العراقية شركات الاتصالات كافة بقطع الإنترنت خلال فترة امتحان السادس الإعدادي. الوزارة وفي وثيقة حصلت عليها الفلوجة موجهة إلى شركات أسيسيل، زين العراق وكوريك تيليكوم أكدت أن فترة الانقطاعات الرسمية لخدمة الإنترنت هي ساعتان من السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً بسبب فترة الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية الدور الأول. يعاني جميع العراقيين من سوء خدمة الإنترنت دون اكتراث الجهات المعنية والخسائر المالية الكبيرة التي تخسرها الدولة بسبب تردي هذه الخدمة. لا يوجد أي حراك تجاه هذا الملف بسبب المحاصصة والفساد. منذ عام 2003 والفساد ينخر جميع مفاصل الدولة، لكن أحد أكثر أبواب الفساد غموضا على العراقيين هو الفساد الذي يعتري ملف خدمة الإنترنت المتردية في عموم البلاد. هناك حديث يسرب، هناك سرقات أثناء السريان أو مسار الكيبل. لماذا؟ لماذا في العراق هذه السرقات؟ لماذا لا يتم تقديم خدمة المواطن العراقي أسفة المواطنين للدول العربية المجاورة؟ يعني أدعو مجلس النواب العراقي لتفعيل دوره الرقابي والبحث في الأسباب الحقيقية عن تردي تلك الخدمة. تعد خدمة الإنترنت في العراق من أسوأ الخدمات على مستوى المنطقة وأكثرها كلفة بعد أن باتت الشركات المسيطرة على سوق الإنترنت في العراق محكومة من قبل الشركات التي تتبع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد. خدمة الإنترنت إذا نقارنها بالدول المجاورة
دول الخليج تعتبر خدمة سيئة. يعني المواطن يدفع مبلغ لقاء أنه يحصل على خدمة جيدة، لكن الحقيقة هي خدمة غير جيدة. طبعا لها أسباب كثيرة، تلكؤ الشركات بإيفاء بالعقود والاتفاقيات مع يعني وزارة الاتصالات. بنفس الوقت وزارة الاتصالات إذا أكو تفسير أي مواطن بسيط أكيد راح يفسر أن هناك فساد إداري من القائمين والمسؤولين بوزارة الاتصالات على الشركات المنفذة، فهناك عقود وهناك اتفاقيات يجب أن تفي بالتزاماتها. ويخسر العراق سنويا ما يقدر بستة مليارات دولار نتيجة الخلل الكبير في منظومة الاتصالات الوطنية التي تشمل خدمة الإنترنت والهاتف المحمول، بحسب تقارير رسمية تؤكد أن معفيات الفساد في البلاد تحول دون تأسيس شركات وطنية للهاتف النقال ولخدمة الإنترنت في البلاد. سوء في الخدمة وارتفاع في الأسعار، هذا هو حال خدمة الإنترنت في العراق، حيث باتت تتراجع يوما بعد آخر. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. أبو طبر يعود من جديد ويقطع بالفأس أوصال أبيه وزوجته. أبو طبر يعود من جديد، لكن هذه المرة في الأنبار، إذ شهدت المحافظة جريمة مروعة وشنيعة يقطع بالفأس أباه وزوجته. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. أبو طبر يعود من جديد، وهذه المرة في الأنبار، وينفذ جريمة مروعة وشنيعة مع سبق الإصرار والترصد. عماد حميد شاب أنباري يقتل أباه وزوجة أبيه من أجل 3 ملايين دينار ومصوغات ذهبية. هنا في هذا المنزل بمنطقة الصقلاوية في الأنبار يروي المتهم أثناء كشف الدلالة تفاصيل الحادثة وأسبابها. ضربتان للأب كانتا كافيتين للإجهاز عليه، وثلاث ضربات لزوجة أبيه. من رجعت لقيت والدك توفي له بعده؟ بعد بيروح؟ نعم سيدي. سوت؟ سيدي ضربته ضربة ثانية. نعم ضربة ثانية؟ نعم سيدي. ما كان واعي عليك هو؟ لا سيدي. سيدي رجعت على الغرفة. نعم سيدي. رجعت على الغرفة مع زوجة أبوه؟ نعم سيدي. إيش لقيتها؟ سيدي تسحب بروحها سيدي. اي سيدي بعدين سيدي ضربت 3 ضربات. ضربت 3 ضربات وين؟ سيدي على راسه وسيدي بركبته. اي فارقت الحياه. نعم سيدي. الجرائم المجتمعيه في العراق تحولت بسبب الحروب والفقر والبطاله وانعدام الامن وغياب التشريعات من سلوك فردي الى ظاهره تفتك بالنسيج المجتمعي. راتك 1,150,000 يا ولد، هجمت بيوتنا؟ خليني احكي، خليني حصلت. طالب قائم مقام قضاء القائم أحمد جديع الحكومة المركزية بفتح منفذ القائم الحدودي وزيادة حصة القضاء من الطاقة الكهربائية. فيما يخص احتياجات القضاء القائم من الأمور الخدمية، أولا يجب على الحكومة المركزية والحكومة المحلية فتح منفذ القائم الحدودي اللي راح يدر بموارد اقتصادية كبيرة لقضاء القائم ولمحافظة الأنبار وللعراق عموما. حقيقة احنا كحكومة محلية في قضاء القائم جاهزين لفتح هذا المنفذ، لكنه الوضع او الموضوع يحتاج الى بنى تحتية والى امور لوجستية لغرض فتح هذا المنفذ. من خلال قناتكم اناشد الحكومة المركزية وهيئة المنافذ الحدودية بالاسراع والتعجيل في فتح هذا المنفذ الحيوي. الموضوع الثاني اللي تحتاج القائم هو كمية الكهرباء المجهزة من سد حديثة، هي لا تكفي القائم بصورة كبيرة،
نحتاج إلى زيادة الميجات اللي يتم صرفها لنا. حاليا يتم صرف فقط 15 ميجا وهذا قليل، بحيث أنه الأحياء السكنية لا تصلها الكهرباء بصورة كبيرة. المشاريع الزراعية تحتاج إلى لغرض تشغيل المشاريع الزراعية اللي بيها وفرة اقتصادية للقائم وللمحافظة تحتاج إلى 17 ميجا، وحاليا احنا موقفين كافة المشاريع الزراعية والمشاريع الصناعية، لذلك نتأمل زيادة حصتنا من الكهرباء. وعن المنافذ الحدودية أيضا، أعلن مجلس محافظة الأنبار أن منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية سيفتتح في تشرين الأول المقبل، تمهيدا لفتح بقية المنافذ الواقعة ضمن حدود محافظة الأنبار. في الشهر العاشر سيتم افتتاح منفذ عرعر الحدودي، وبقية المنافذ في طور العمل من أجل افتتاح جميع المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة. حقيقة تدور إيرادات إلى محافظة الأنبار، إيرادات اقتصادية أي بنسبة 50% من الإيرادات تدور إلى محافظة الأنبار لرفض المشاريع الموجودة داخل المحافظة. حدد مجلس محافظة الأنبار 30 من شهر حزيران الجاري موعدا نهائيا لعودة الملاكات التدريسية المنسبة في بغداد ومدن إقليم كردستان، داعيا تربية الأنبار إلى عدم تجديد تنسيب تلك الملاكات في العاصمة والإقليم. ندعو جميع الملاكات التعليمية المنسبة والمكلفة بسرعة العودة بنهاية هذا العام الدراسي والذي حدد ب30/6، وكذلك نوجه المديرية العامة لتربية الأنبار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تجديد التنسيب والتكليف للملاكات التربوية نهائيا. أعلن مجلس محافظة الأنبار عن إجراءات فعالية لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بعد تدقيق الموقف الأمني، كاشفا عن ضغط كبير من المنظمات الدولية على الحكومة المحلية لإعادة العوائل النازحة. ناقشنا بملف النازحين، ملف النازحين أيضا اليوم كان هناك عدة اجتماعات بهذا الخصوص، وكان توجيه بعودة النازحين إلى مناطقهم الذين لم يكن لهم دور في عملية مساندة الإرهاب. يعني احنا اليوم ايضا من خلال قنواتكم تكون رسالة الى الاخوة الموجودين في كل الاقضية والنواحي، ان كان هناك شخص مطلوب يجب ان يقدم الى القضاء، وان لم يقدم، يعني حقيقة اليوم كثير من الناس يعني دا يرفض ان يقيم دعوة على شخص معين. احنا اليوم الضغط اللي موجود من الحكومة المركزية والمنظمات العالمية بعودة كل النازحين، لذلك اليوم احنا دا نعمل في عملية سلامة موقف لأي عائلة ترغب بالعودة إلى منطقتها. فعندما يأتينا كتاب من الدوائر الأمنية الموجودة الأمن الوطني، احنا كمجلس محافظة وحكومة محلية دا نصدر أوامر، وعلى كل الأقضية يجب أن تنفذ هذا الأمر وتترك الأمر إلى المناطق الموجودة في عملية أي عملية شبهة وعملية دليل عنده على شخص أن يقدم للقضاء. وإحنا إنسان داليا، احنا اليوم أيضا رافضين تواجد إرهابيين بين عوائلنا الموجودة في المناطق. اتهم مجلس محافظة الأنبار أيضا لجنة التعويضات المركزية في العاصمة بغداد بالتمييز في التعامل مع ملف تعويضات المحافظة، ووصف تعاملاتها مع معاملات المواطنين بالبائس. ملف التعويضات إخوان حقيقة لا زال ملف بائس ويشكل تحدي كبير أمام حكومة الأنبار المحلية، نتيجة حقيقة التعامل البائس جدا من قبل لجنة التعويضات المركزية في محافظة بغداد. باعتقادي لا زال الموضوع يشكل تهديد حقيقي لمحافظة الأنبار، ويشكل عائق أمام عودة النازحين وأمام عودة الاستقرار الحقيقي لمحافظة الأنبار. لا زالت اللجنة المركزية في بغداد تتعامل مع ملف تعويضات الأنبار حقيقة بتمييز عالي وواضح جدا. لجنة التعويضات في محافظة الأنبار ترفع 2000 إلى 3000 معاملة تعويض لأبناء محافظة الأنبار، حقيقة بعد مرور أشهر عديدة يعني يصل المصادقة إلى 25 أو 30 معاملة فقط، وهذا تعامل بائس. مجلس محافظة الأنبار وجه كتاب رسمي إلى دولة رئيس الوزراء، إلى سيادة رئيس مجلس النواب للتدخل الفوري والمباشر في هذا الموضوع.
يستذكر أهالي مدينة الفلوجة استعادة مدينتهم في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، ويشكرون كل من ساهم بتحريرها، وعيونهم تترقب قرارات الحكومة المركزية لعلها تكون حسما لملف التعويضات أو صرفا لمنحة العودة للنازحين. خرجت جموع المواطنين في الفلوجة للمشاركة في استعراض عسكري لعدد من صنوف القوات العسكرية والأمنية بمناسبة ذكرى استعادة المدينة في حزيران من العام 2016. المواطنون يقولون إن فرحتهم لن تكتمل بغياب منحة عودة النازحين ومبالغ التعويضات عن الدمار الذي لحق بممتلكاتهم. المواطنين يعانون من دمار لبيوتهم، وأكثر المواطنين استقرضوا في سبيل بناء بيوتهم وإعمارها وللنهوض بهذه المدينة، وأن إن شاء الله تكون كما كانت. فحاليا نشكر كل من ساهم بتحرير هذه المدينة، ونتمنى من المسؤولين الإسراع بصرف تعويضات لأهالي هذه المدينة وصرف منحة العائدين 1.5 مليون لكي تنهض اقتصاديا. الإدارة المحلية أكدت أن الفلوجة بعد تحريرها تشهد تطورا متسارعا في عادة تأهيل البنى التحتية، داعية الحكومة المركزية إلى صرف مستحقات المواطنين من مبالغ التعويضات. اليوم تمر علينا الذكرى الثالثة، نرى هنالك تقدم كبير في مستوى الخدمات المقدمة إلى أهالي مدينة الفلوجة، فمدينة الفلوجة ترتقي عاما بعد عام بجهود أبنائها الخيرين وبجهود أبناء الشعب العراقي عموما الذين ساهموا في تحريرها وفي بنائها، ونحن نستغل هذه الفرصة والمناسبة العزيزة علينا وعلى كل أبناء الشعب العراقي لنترحم على شهداء العراق الأبطال، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل، وكذلك نناشد الحكومة المركزية بتسريع ملف التعويضات لكي تكتمل فرحة أبناء مدينة الفلوجة. بعض الدوائر الخدمية وثقت بالصور لحظة دخولها للفلوجة كي لا تنسى حجم الدمار الذي لحق بها وكيف أصبحت بعد تكاتف الجهود لإعادة بنائها. في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات تحررت مدينة الفلوجة وعادت إلى أهلها، وأبناء المدينة يحتفون اليوم بكل قطرة دم وبكل جهد ساهم بتحرير هذه المدينة وإعادتها إلى أهلها. لقناة الفلوجة سلام خالد. سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها على واقع سجون في العراق، إذ كشفت عن بتر ذراع أحد المحتجزين بعد تعذيبه بأحد مراكز شرطة بغداد. المنظمة وفي تقريرها قالت إن فقدان محتجز لذراعه بسبب التعذيب في الاحتجاز يشكل علامة أخرى على وجود شوائب فاضحة بمراكز الاحتجاز العراقية، داعية الحكومة إلى أخذ حقوق المحتجزين جديا والبدء بحمايتهم عبر التحقيق في الانتهاكات، كما طالبت القضاء بالتحقيق في مزاعم التعذيب ومعاقبة قوات الأمن المسؤولة عنها. أكدت مفوضية حقوق الإنسان وجود أكثر من 52,000 ضحية للألغام غير المنفرقة في العراق، معربة عن قلقها جراء ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب المخلفات الحربية. ودعا عضو المفوضية فيصل عبدالله بدر في بيان إلى معالجة الكم الهائل من الألغام والمخلفات الحربية وتضافر الجهود من جميع المؤسسات الوطنية للإسراع في فتح ومعالجة المناطق الخطرة حفاظا على سلامة المواطنين من فقدان حياتهم أو إصابتهم بإعاقة دائمة. وفي محافظة الديوانية وبحادثة طريفة احتفل أهالي إحدى المناطق بتبليط الشارع، وأكدوا أنهم يراجعون الدوائر المعنية بشأنه منذ 4 سنوات. ويظهر مقطع مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا وهم يرقصون على أنغام الموسيقى بمناسبة تبليط شارعهم، وكتب ناشر المقطع: فيديو بالديوانية اليوم تبليط الشارع بعد مراجعة ل4 سنوات، فيما علق أحدهم متهكما وباللهجة العامية: بها الخير.
وبمناسبة تبليط الشارع أيضا طريق الرابط بين ناحية المنصورية وقضاء بعقوبة هو الأخطر من بين طرق ديالة، حيث يشهد يوميا حوادث مرورية، فيما سجلت المحافظة لهذا العام فقط 500 حادث وراح ضحيتها 200 شخص بين إصابة ووفاة. أما مجلس ديالة فخصص من تنمية الأقاليم مبلغا لإكساء السيد الثاني. طريق الموت هكذا يطلق على الطريق الرابط بين ناحية المنصورية وقضاء بعقوبة، حوادث مرورية يومية تحصد مئات الأرواح لتسجل محافظة ديالى الأعلى بين المحافظات العراقية بالحوادث. التخسفات وضيق الطريق يزيد من عمليات الموت التي تشهدها ديالى. يعني منتهي حوادث شبه يومية، يعني البارحة كان حادث أدى إلى وفاة اثنين وجرح يعني تقريبا كنا مهمين اثنين، فالشارع يعني شبه منتهي، يعني الشارع وخاصة النوب هو سايد واحد ولوريات عليه، شارع الموت، هذا مسمى بشارع الموت. مديرية مرور ديالى بينت عن وجود مقالع للحصى في ناحية المنصورية، وتسلك المركبات الكبيرة والصغيرة الطريق نفسه وهو ضيق حيث لا يكفي لهذه المركبات، ما يزيد من الحوادث والضحايا، وإن أغلب المناشدات للجهات المعنية لمعالجة الطريق لا يستجاب لها. طريق المنصورية دل عباس باتجاه بعقوبة، هذا الشارع تقع عليه مواقع كثيرة لمقالع الحصى والرمل، وبالتأكيد هاي السيارات الكبيرة تقوم بتحميل الحصى والرمل من المواقع باتجاه بعقوبة باتجاه المحافظات الأخرى وخصوصا بغداد، وإضافة للسيارات الصغيرة اللي تستخدم هذا الطريق. الطريق عبارة عن سايد واحد والسايد لا يكفي لمرور هذه السيارات. مجلس ديالى خصص مبالغ من تنمية الأقاليم لتوسعة هذا الطريق بعدما وصلت نسبة الحوادث أرقاما مخيفة بلغت المئات، وسوف تباشر الجهات المتخصصة العمل به عن قريب لإنقاذ المحافظة وأهلها من مثرمة الموت المستمرة منذ 10 سنوات. فيما يخص موضوع دلي عباس، يعني الطريق هذا وأيضا هذا واحد من الطرق المهمة واللي يصير به حوادث كثيرة، يعني هناك تخصيص مالي له من تنمية الأقاليم هذا العام، إن شاء الله سوف يتم إكمال السعيد الثاني. 500 حادث مروري قاتل في ديالى، قتلت وأصابت 200 شخص حتى إعدادي هذا التقرير من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة مشاهدينا نذكركم بأهم عناوينها. حريق هائل يلتهم كبريت المشراق، استشهاد منتسب ونينوى تستنفر. صالح يرفض توريط العراق بصراع إقليمي جديد وجعله ساحة للصراع. النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن، والناتو يحذر من التصعيد. الاتصالات توجه الشركات بقطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية. نشكر لكم طيب المتابعة ونذكركم بزيارة الفلوجة .tv ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة على فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. السلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.